خير البنات، صبحتوا ان شاء الله تكونوا كامل بخير وعلى خير. مرحبا بكم في قناتي وصفات سهله مع ام ايناس. اليوم جبت لك وصفه شابه بزاف بزاف وبنينه وما غاديش ندموا عليها. ندخلوا في المقادير. عندنا لي بات من حجم الصغير كامل الصغار، لحم مفروم، زوج حبات طماطم، وحبه بصله صغيره مفرومه، فلفله كحله، فلفله حمراء، والملح. اما بالنسبه للبيشاميل، معلقه كبيره زبده، معلقه كبيره فرينه، عندنا زوج حبات فرماج، وعندنا الكوده هذا نستعملوه من بعد اوبلا. دونك نعطيكم شحال الكميه والحليب. اول حاجه نديروها البنات، نكونوا ديجا درنا الماء تاعنا يغلي باش نحطوا فيه لي بات يغليو. انا نحط لي بات ديالي في الماء يغليو ونعاود نرجع. هنا في الماء البنات نديرو الملح ونزيدو الزيت باش عاد نحطو لي بات. وحاجه اخرى البنات ما تنساوش، لي بات لازم نطيبوهم نص طياب، مش طياب كامل، نص طياب، على خاطر غادي نزيدو ندخلوهم للفوق ويزيدو يكملوا الطياب تاعهم في الفوق. دونك نحط لي بات ديالي هنايا. انا خديت كاس ونص اللي نشربو فيه الماء، كاس ونص تاع لي بات على حساب مول دو كراتان تاعي، باسكو اختاريت مول دو كراتان ماشي كبير بزاف. دونك نوريه لكم. انا نحط لي بات ديالي البنات ونعاود نرجع لكم. دروك البنات نتلاقلو المرحله الثانيه الوصفه. خصنا لازم نقليو الكفته بحدها مع البصله، عاد نوليو نخدمو لاصوص تاعنا. نحطو الزيت نديرو البصله تاعنا تتقلى، عندها الثوم تقدر دير الثوم اللي تحب النكهة تاع الثوم، تزيد زوج سنينات الثوم هكا البنات. دوكا نضيفو اللحم المفروم هكدا، نكبزوه بهاد الطريقة باش نفتت هكدا البنات. انا نطيب اللحم المفروم تاعي وراح نرجع لكم. هذه المرحله الثالثه من الوصفه تاعنا اليوم، غادي هنا نطيبوا لاصوص طوماط بوحدها. اول حاجه نديروا هذا، نديروا الزيت كي العاده، المعده كما يقولوا. هنا ضفنا البصل في اللحم المفروم، ما نضيفوهاش في الطماطم. نضيفوا الطماطم ديالنا، وعندنا كنت نسيت نقول لكم البنات معلقه تاع طماطم مصبر. انا هنا نستعمل جومبو، من احسن الماركات اللي جربتهم جومبو، تعطي اللون والذوق. نخليو لاصوص طيب البنات هكذا، نديرو لها الحراج عادي، نديرو فيها ملح، فلفله حمراء وفلفله كحله البنات. ها هي لاصوص طماطم، نضيفو البنات الملح، فلفله حمراء، هذيك الطماطم المصبرة نضيفي لها شوية تاع الماء، وضيفيها على الطماطم تاعك في الطيب ما سخون باش تذوب البخر، وضيفيها على الطماطم. هايدي بعد ما الطماطم تاعنا طابت نضيف الطماطم المصبرة. تجي بزاف بنينة هاد الوصفة شابة، زعما ماشي غير الصغار اللي يحبوها، حتى الكبار. على طول لي باتي مازال يطيبو، انا شويه ونحيهم، يعني تخليهم هما لا طيبو لي باتي طيبو باغ اكزومبل 10 دقائق 11 دقيقه، انا نخليهم 2 دقائق 3 دقائق ماكسيموم. انا نصفيهم نحيهم ونزيد نخلي الطماطم تاعي يزيدو يطيبو شويه، نعاود ننتقلو للمرحله الثالثه. شوف البنات، عندنا معلقه زبده، وحده فرينه كبيره، نص كاس اوبلا لا كريم فريش، نص كاس حليب، فلفله كحله والملح، زوج حبات فرماج، والقوده. القوده تقدري تستعمليه وتقدري تستغني عليه.
واللي ما عندهاش لا كريم فريش البنات تعمر كاس حليب عادي لا كريم فريش تمد كو شباب لا بيشاميل دونك تقدي تعتمدي عليها وتقدي الا ما عندكش تنحيها ما تديريهاش وتعوضيها بكاس كامل تاع الحليب نبداو البنات في المراحل اول حاجه نديروها البنات نحطوا الزبده تاعنا اول حاجه ديروها البنات ديروا الزبده تاعكم هكذا من بعد نضيفوا عليها مغرف تاع الفرن خصكم ديما الكاس يكون رهيب نقص هذا المقطع هذا المقطع ما عندهاش الفرينه تعاودها بالماء زين تعطينا نتيجه وحده هكذا البنات نحطو مليح الفرينه اللي تحب تجيها عاقده بزاف دير معلقه ونص تاع فرينه حتى لزوج هنا البنات نضيفو الحليب نقدر نحطو ايه نقطع داخل مليح مليح نزيدو لها الكاس باش تبدي تعقد لنا تعقد هاد المرحلة نزيد اوبلا نصف كاس اوبلا نضيفو شوية تاع الملح اون بانسي هكذا وشوية فلفلة كحلة نحركو كان لي متستعملش كامل الحليب تستعمل كامل كمية أوفلا معليش في الأخير تخرج نفس النتيجة عندك في البنة تخرج أحسن زيدو خليوها تعقد البنات هذا أنا معقدتش تتعقد باش عادا نضيفو دوك زوج حبيبات فرماج ديالنا أول حبة نضيفو توجور الفرماج في الآخر باش هادا هو اللي يزيد نسمنكو طابي شانا شحال ما تضيفو فرماج شحال ما تجيب هنا إلا مكانش عندك هذا تاع الحبات وكان عندك تاع الميزان ضيفيه عادي ولا فرماج مبشور تاع لي بيتزا ولا كراتان زيدو الحبة الزوجة غرايت كودا هذا باش نزيد نحس الطريشه تجي شابه بزاف وتجي بزاف من هنا جربوها البنات وخليوا لي تعليقات تاعكم الا عجبتكم ولا لا هايدي البنات المرحله ما قبل الاخيره كيفاش نديروا البنات نجيبوا اللحم المفروم نحطوه عفوا نزيدوا طماطم مليح هكذا نخلطوا كل شيء كفته مع الطماطم نخلطو كلشي حتى يتجانس كلشي مع بعض انا نخلطهم تعاودو لي نجاك البنات اول حاجه نديروها نخويو كامل كمية تاع ليباط وهاد المرحلة عاود البنات نضيفو لا بيشاميل من الفوق نضيفو لا بيشاميل من الفوق نضيفو نجاح تخيل البنات بعد ما طفت كامل لا بيشاميل غطيت بها كامل السطح تاع ليباط نضيف فرماج غابي انا عملت ميكس دو فرماج شوية كودا شوية غرويير شوية فرماج بيتزا اللي ينبات على لاباخ تقدروا تستغناو على كودا و الكريار وتستعملوه غير هذاك تاع البيتزا ولا الفرماج غابي اللي ينباه في الشكاير هكذا 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 البنات شوفوا بهاد الطريقة نضيفو كامل كمية تاع الفرماج على السطح تاع لو بلا ديالنا باش يعطينا ديك لا كولور دوغي ويزيدنا البنة تاعو انا درت ديجا الفوق تاعي يسخن على درجه الحراره 180 درجه ندخلوه 10 دقائق ونخرجوه البنات انا نمشي نعملها في الفوري ونعاود نتلاقاو من بعد
هاو دابا تخرجتو من الفوق شوفوا كي راه شباب دوغي بشهي. نتمنى تكون عجبتكم الوصفه. ما تنساوش البنات ديروا لي جيم وابوني وتبارطاجيو الوصفه مع صحاباتكم الا عجبتكم. و على بروشين ان شاء الله. مع السلامه.